رسميا ليفربول بطل الدوري الانجليزي الممتاز بعد طول 30 سنة. 30 سنة كان فيها نحس كتير وكان فيها سقطات كتير، كان فيها وقت كتير ليفربول قريب جدا من الدوري والدوري بتسحب منه، واخيرا ليفربول بطل الدوري. هنتكلم النهارده ونحكي عن ال 30 سنه اللي فاتوا ونحس ليفربول، وازاي ليفربول قدر ياخد الدوري السنه دي، وازاي اصلا الدوري ده كان متحضر له من 3 4 5 سنين. هنتكلم عن كل حاجه في ليفربول في حلقه النهارده. قبل ما نخش في الحلقه انزل اعمل لايك واعمل سبسكرايب في القناه وفعل الجرس عشان تجيلك الحلقات اول باول. يلا بينا نخش نتكلم عن ليفربول بطل انجلترا. ليفربول اخر موسم قدر ياخد فيه الدوري كان موسم 89 90، ودي كان اخر مره ليفربول قدر يحقق فيها الدوري الانجليزي، وسمى القديم اللي هو الدوري الانجليزي. جه في 92 93 الدوري الانجليزي اتحول اسمه من الدوري الانجليزي الممتاز الى البريمير ليج، وليفربول من سنه 90 لسنه 2018 مسكوا في 13 موسم مسكوا فيه مدربين بريطانيين، و16 موسم مسك فيه مدربين غير بريطانيين. 13 موسم اللي مسك فيه مدربين بريطانيين ما قدروش يحققوا ولا بطوله اوروبيه، واكبر انجاز عملوه انهم خدوا تاني الدوري الانجليزي مرتين. اما الناحيه الثانيه 16 موسم اللي مسكوا فيه المدربين الغير بريطانيين ليفربول قدروا يحققوا فيه بطولات اوروبيه عديده، وقدروا يحققوا فيه بطولات كتير، وهم الثلاثي اللي مسكوا ليفربول غير بريطانيين جيرارد وييه ورافا بنيتيز ويورجن كلوب. الثلاثي دول هم اللي حققوا انجازات ليفربول اوروبيه ونوعا ما محليه، لان ليفربول محليا ما خدش بطولات كتير، لكن اوروبيا الثلاثه دول خدوا تشامبيونز ليج، خدوا سوبر اوروبي، خدوا كاس عالم الانديه، خدوا يوروبا ليج، خدوا بطولات كتيره وعديده. المرتين اللي كانوا بتوع المدربين البريطانيين كان مره مع كيني داجلس سنه 91 92، والمره الثانيه كانت 2014 سنه موسم 2013-2014 مع بريندن روجرز. الغير بريطانيين بقى خدوا 2 دوري ابطال، واحد مع رافا بنيديس 2005 ضد اي سي ميلان، واحد مع يورجن كلوب 2019 ضد توتنهام، ونفس المدربين وصلوا نهائي تشامبيونز ليج وخسروه، يورجن كلوب ضد ريال مدريد ورافا بنيديس 2007 ضد اي سي ميلان. وجيرارد وييه خد اليوروبا ليج والسوبر اليوروبي بقى خدوه 3 مرات، مره مع جورج وييه ومره مع رافا بنيتز ومره مع يورجن كلوب، وكاس عالم الانديه مره واحده بس سنه 2019، والدوري الانجليزي خدوا 3 مرات مركز ثاني، مره مع جورج وييه ومره مع رافا بنيتز ومره مع يورجن كلوب. تعالوا كده بقى نتكلم عن نحس ليفربول وازاي الدوري كان بيبقى قريب منهم جدا 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 وفي لحظه دوري بيضيع. بعد ما ليفربول حقق الدوري سنة 89 90 جينا في 91 وخلاص ليفربول قريب جدا من الدوري، كيني داجليش بيقول انا هستقيل. طب ليه عمل كيني داجليش يستقيل؟ ليه هتسيب الفريق؟ قالك انا نفسيتي تعبانة، وكان سنة 89 حصل حادثة، حادث هيلس براخ راح ضحيته 96 شخص، وساعتها لما قالوا لكيني كيني داجليش ليه عايز تسيب ليفربول؟ ليه عايز تسيب منصبك وتمشي؟ قال لهم نفسيتي مش مرتاحة ونفسيتي تعبانة من ساعة ما الحادثة بتاعت هيلس براخ. وساعتها كنا راكبين الدوري وكنا قريبين جدا من الدوري، لكن بعد ما كيني داجليش مشي وقعنا لحد ما خسرنا الدوري. وكيني داجليش هقول لكم تاثيره ان هو في 24 ماتش ما تعادلش غير ماتشين، ما بالك بعد ما كيني داجليش مشي في 14 ماتش خسرنا 6، فالدوري ضاع بعد ما كيني داجليش مشي. 99 خلاص الفريق ابتدى يكبر، معدل الفريق ابتدى يكبر، عايزين نجدد دماء، عايزين نجيب لعيبه جديده، طب ايه؟ طب هنعمل ايه؟ الى ان جينا موسم 96 97. موسم 96-97 كنا داخلين بفريق شبابي كبير جدا، فريق قالك هيكتسح انجلترا وهيعمل موسم عالمي، وفعلا اول 10 ماتشات كمجمل في كل البطولات ما خسرش ولا ماتش، والفريق كان بيكون من لعيبه كتيره جدا، مايكل اوين وجيمي كارجر
وليد ناب وستيفن ماكمانمان وطبعا بيرجر. لكن ليفربول كانت مشكلته عقدته الوحيده انه لما كان بيتصدر في كريسماس كنا بنخسر الدوري. بعد الكريسماس والتصدر بتاع الكريسماس ليفربول بيخسر من تشيلسي، وخساره تشيلسي ما كانتش مفاجاه قوي لان تشيلسي برضه ما كانش فريق صغير، والخساره قلنا مش مهم وهنعوض في الباقي. لكن كانت المفاجاه في الخساره من فريق اسمه كونفنتري. كونفنتري ده كان بيصارع على الهبوط اصلا، وكسبك كسبك ازاي بقى مع الحارس بتاعك الجميل. ليفربول مشاكل بتاعه الحراس مش من دلوقتي او من كايرس مثلا، لا دي من زمان قوي. كان عندنا حارس اسمه جيمس ده في ماتش كونفنتري بسبب خسرنا المباراه 2-1 في كورنرين دخل منهم جولين، في كورنر منهم طلع مسك الهوا ودخل الجول، بعديها خلاص خسرنا الدوري. يعني بعد الماتش دول ترى الفريق يقع اكتر ويخسر اكتر 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 حتى بخسر. حتى موسم 96 و97 الكئيب دون جه بقى موسم 2002، موسم بدانا فيه كويس، بدانا نكسب مثلا ماتشين، نبعد عن الماتش، بنكسب ماتش، نخسر ماتش، كان البدايه نوعا ما كويسه، الى ان جه ازمه قلبيه لجيرارد ويا مدرب الفريق، والدكتور قال لك جيرارد ويا هيغيب عن الفريق 5 شهور. يعني تخيل كده مثلا صحيت من النوم لقيت قال لك يورجن كلوب هيغيب عن الفريق 5 شهور، ما بالك انت هتعمل ايه بقى؟ لكن الغريب ان بعد ما جيرارد ويا بعد عن الفريق 5 شهور الفريق ما انهارش تماما، وكنا بننافس على الدوري، وكنا بننافس على دوري الابطال، وكنا بننافس على الاف كاب، كنا بننافس على كل البطولات اللي احنا بنلعب فيها. تاثير جيرارد ويا ما جاش على الفريق وفريق ما انهارش من بعديها، وتصدرنا الكريسماس كالعاده. بعد ما صدرنا كريسماس، بعد الكريسماس ليفربول من 27 نقطة خد 8 نقط بس. يعني ما بالك دلوقتي كده مثلا ليفربول متصدر الدوري على مانشستر سيتي وقدامه 9 ماتشات فيهم 27 نقطة، نجيب منهم 8 نقط بس ومانشستر سيتي ياخد الدوري. ضيعنا 19 نقطة كانت كفيلة انها تكسبنا الدوري. جيرارد ويه بيرجع في مارس، في شهر مارس بيقدم 10 ماتشات تاريخية، لكن بعديها بنخرج من باير ليفركوزن في دوري ابطال اوروبا والانهيار بيجي من هنا وبنخسر الدوري. تعالى بقى تعالى 2008 2008 2009 موسم ممكن ما يتنسيش كتير لناس، ناس كتير من جماهير ليفربول. ليه؟ لان انت كنت راجع من مثلا فاينل تشامبيونز ليج ضد ميلان، وخلاص داخل عايز تاخد الدوري، متصدر الدوري بفرق 7 نقط عن مانشستر يونايتد، فرق 7 نقط على مانشستر يونايتد في الدوري وراكب الدوري. الى ان رافا بينيتيز عمل حاجه مش مفهومه تماما، بعد ما كسبنا نيوكاسل 5-1 رافا بينيتيز طلع في المؤتمر الصحفي ما اتكلمش على ماتش نيوكاسل، ما جابش سيره الماتش، ما اتكلمش على فريقه، وابتدى يتكلم عن مانشستر يونايتد بس. ابتدى يتكلم عن مانشستر يونايتد والسير، وقعد يقول لك الحكام بيتجاملوا، الاتحاد الانجليزي بيتجاملوا، ما بيوقفوش، بيظبطوا لهم ماتشات. كانت ساعتها مانشستر يونايتد راجع من كاس عالم الانديه، فابتدى بينيتيز يخش في حرب كلاميه مع السير اليكس فيرجسون. فاحنا عارفين السير اليكس فيرجسون شاطر في كل حاجه، واشطر حاجه فيها هو المايند جيم، هو الحرب الكلاميه، بيحب يخش في حرب كلاميه مع المدرب اللي قصاده. واول مره بينيتيز دخل في حرب كلاميه اليكس فيرجسون فرح. هتقول لي يا عم انت بتعمل معاه، عرفت منين اللي هو فرح؟ اقول لك عرفت منين اللي هو فرح. جيرارد قال لك لما روحت في معسكر انجلترا لعيبه مانشستر يونايتد اول ما قابلوني قعدوا يضحكوا ويقولوا لي يا معلم المدرب بتاع كل اللي بيعمله ده، ده اليكس فيرجسون اول ما بينيتيز عمل كده دخل وقعد يقول لهم انا صح، انا وقعت في مشكله، انا وقعت في مشكله، انا وقعت في مشكله، احنا هناخد الدوري. وبعديها فعلا رافا بينيتيز بيتعادل تقريبا 3 ماتشات، مانشستر يونايتد بيكسب وبيركب الدوري فوقيك. بعد الحرب الكلامية ما بتخلص ما بين بينيتيز وما بين أليكس فيرجسون، مانشستر يونايتد بيحقق الدوري على حساب ليفربول بسبب رافا بينيتيز والحرب. 2014 بقى، وده الموسم اللي جماهير ليفربول كلها مقهورة عليه من جواها كده بصراحة، وزي ما بيسموه دوري الزحلية. يعني أي حد بقى يحفر ده يخش يقول لي بقى زحلية ودوري الزحلية وكده، أنا ما بحبش الكلام ده، ما بحبش الكلام ده. بص يا معلم، 2014 موسم بكل معاني الكلمة أسطوري، موسم أسطوري، عاملين موسم معلم، عاملين موسم خرافي، دايسين على الكل، بنكسب الكل، متصدرين الدوري، راكبين الدوري، خلاص. من أقول لكم حاجة، من الأسبوع ال 20 للأسبوع ال 35 ما تعادلناش غير ماتشين بس. شايفين قد إيه؟ 15 جولة ما تعادلناش فيها غير ماتشين بس.
خلاص فاضل 3 ماتشات هتاخد الدوري 3 ماتشات وتتقدم وتاخد الدوري 3 ماتشات. كانت مين بقى؟ نيوكاسل وكريستال بالاس وتشيلسي. قبليهم بتكسب مانشستر سيتي بتركب الدوري اكتر. جيرارد بعد الماتش بيجمع اللعيبه ويشار عليهم القدير ان جيرارد بيختار كلمه غريبه وبصراحه يعني كلمه ماده سخريه اللي انت بتجمع اللعيبه وبيقول لهم يا رجاله مش عايزين الدوري ده يتزحلق مننا. ومش فاهم ليه كلمه الزحلقه دي هو اللي اختارها، يعني هو اختار كلمه الزحلقه وقال لهم مش عايزين الدوري ده يتزحلق مننا. وجي ماتش تشيلسي وكنا محتاجين الثلاث ماتشات دول محتاجين 7 بونت يعني نكسب ماتشين ونتعادل ماتش. نخش ماتش تشيلسي زحلقة جيرارد. جيرارد بتزحلق في نص الملعب دلباب ياخد الكورة ودرجل درجل 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 جون 1-0 لتشيلسي. بس المشكلة مش في 1-0 لتشيلسي، ان احنا ما كناش عارفين نجيب جون بعد الجون ده، كنا عارفين نسجل على الاقل كنا جبنا جون وخرجنا ماتش تعادل وحقنا المرغوب منه. لكن ده ما قدرناش طول الماتش ما قدرناش نجيب جون. جه في اخر دقيقه في الماتش ويليام بيجيب الجون الثاني وبيخلص الماتش. طب خلاص قدامنا ماتشين عايزين نكسب الماتشين دول سكور علشان نقدر نحقق الدوري. تمام نخش ماتش كريستال بالاس ضد كريستال بالاس 3-0 لحد الدقيقه 79 دي 79 كل بيقول لك خلاص ليفربول قادر ان هو يزود النتيجه 4-5 عشان يكسب سكور. لكن من الدقيقه 79 للدقيقه 88 كريستال بالاس بيجيب 3 اجوان وبيخرج الماتش تعادل. بيخرج الماتش تعادل من 3-0 بنقول نزود الرابع والخامس لنخرج الماتش تعادل وخلاص مننا الدوري خلص. بالنسبه لنا الدوري خلص مش ماتش كريستال بالاس هو الاساس، لكن ماتش تشيلسي هو اللي كان الاساس. ان انت كان في ايدك ان انت تتعادل على الاقل وتخرج متعادل من الماتش وتحقق مرغوب فيه وتكسب كريستال بالاس ويبقى عندك دافع انك بتخش ضد كريستال بالاس بتتعادل. مانشستر سيتي بيتقدم عليك وبياخد الدوري. مشكلة مانشستر سيتي بياخد الدوري فرق نقطتين، عارفين النقطتين دول بقى بتوع ماتش مين؟ بتوع ماتش كريستال. موسم 2014 خلص، جينا موسم 2015 وهنا بتبتدي الرحلة، هنا بيبتدي البروجكت الحقيقي. يورجن كلوب بيمضي مع ليفربول وهنا بيبتدي الرحلة فعلا. ليفربول قبل يورجن كلوب كان بيصرف كتير جدا وكان بيصرف فلوس كتيرة لكن على لعيبة كسرهم وبمبالغ مبالغ فيها. لكن لما يورجن كلوب جه يورجن كلوب حط بروجكت وحط مشروع قدامه وحط هدف وحاجة تانية معاه فلوس اللي يقدر أي لاعب يجيبه. فعلا أول موسم ليه ما كانش هو الموسم الأفضل، يعني خرج من الدوري، خرج في الدوري تامن الدوري ووصل نهائي اليوروبا ليج لكن خسر قدام إشبيليا. لكن المشروع بتاع يورجن كلوب نجح لأن أنت ما حطيتش أول مثلا أول يورجن كلوب قلت له إيه لا أنا عايز آخد الدوري، لا المشروع ما بيمشيش كده. الموسم الاول مثلا قالوا له عايزين مثلا نستمر ان احنا نبقى ننافس على صعود للتشامبيونز ليج، الموسم اللي بعده نوصل للتشامبيونز ليج، الموسم اللي بعده ننافس على الدوري، الموسم الرابع ناخد الدوري. ده اللي كان البروجكت بتاع يورجن كلوب. فعلا اول موسم ما قدرناش نوصل للتشامبيونز ليج نوصل نهائي اليوروبا ليج، لكن الموسم اللي بعده بنوصل رابع ونخش تشامبيونز ليج وبتبتدي الصفقات تجي لك بقى. الموسم الاول جبت مانيه وجبت فيرمينو، بعد ما خدت تشامبيونز ليج قدرت تجيب لعيبه ثانيه، قدرت تجيب محمد صلاح، بعد كده في الشتاء قدرت تجيب اليسن، قدرت تجيب فان دايك. خلاص قدرت تعمل مشروع، قدرت تعمل فريق ينافس على الدوري. موسم 2018 2019 بعد ما خلاص كل حاجه اتستمت كل حاجه زي الفل، السنه دي سنه الدوري زي ما بيقولوا this year is our year، خلاص هناخد الدوري السنه دي. وفعلا بنجيب 97 نقطه، خلاص يجيب 97 نقطه ملي. خسرنا الدوري ده فعلا على ملي، كوره مانشستر سيتي اللي بتعدي ملي نفخت فيها تخش، خلاص بنخسر الدوري بسبب الملي دون. ولو كان الجون ده جه كان اتشقلب الموازين تماما. لكن بعد الجون دون للاسف بعديها بنتعادل ماتشين سخاف جدا، بنتعادل مع ليستر سيتي 1-1 بنتعادل مع وست هام 1-1 والدوري بيضيع مننا. مانشستر سيتي بياخد الدوري فرق بونت، بنجيب 97 نقطه وبنحقق ريكورد ان احنا اعلى فريق بيبقى في المركز الثاني يجيب نقط في الخمس دوريات الكبرى. فاللي هو يا معلم خلاص 2019 هي سنة الدوري. وفعلا ليفربول دخل 2019 هندوس على الكل، احنا مش هنسمي على حد، دوست على اي حد، اي حد كان بيجي في سكتنا بندوس ونعدي بندوس ونعدي، سيتي بيجي ندوس، تشيلسي بيجي ندوس، ارسنال بيجي ندوس، اي حد بيجي علينا ندوس 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 لحد ما صدرنا الدوري بفرق 25 نقطة. 25 نقطة خلاص يا معلم هناخد الدوري. الكورونا كورونا بتيجي بتقول لك يا معلم هنلغى الدوري، طب مش هنلغى الدوري، طب هناخد الدوري، طب هنقول جمهور، طب هنحتفل في بيتنا، طب هنحتفل في ايه، طب ليه تحتفل الملعب من غير جمهور؟ لكن في الاخر الجمهور واللعيبه وكل الناس هتحتفل في بيتهم.
بعد ما تشيلسي حسم لك الدوري امبارح. فهو يعني بصوا قصه ليفربول قصه خياليه، مشوار كبير ليفربول، مشوار عريق لليفربول، كنا لازم ناخد الدوري بعد 30 سنه تعود، 30 سنه عجفت، 30 سنه نحس زي ما قلت لكم بناخد الدوري اخيرا. يورجن كلوب اللي بصراحه الراجل اللي احنا عايزين نعمل له تمثال قدام الانفيلد، بيجيب لنا تشامبيونز ليج بعد غياب، سوبر اوروبي بعد غياب، بيجيب لنا كاس عالم الانديه لاول مره في تاريخنا، وهو بيجيب الدوري بعد 30 سنه. هل ليفربول قادر ان هو ياخد دوري كل سنه؟ ده اللي هيحصل ان شاء الله باذن الله. ده انا متوقعه ليفربول خلاص كسر العقده، هيقدر ياخد دوري كل سنه. الفريق ده الفريق الذهبي اللي احنا فيه ده اكيد 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 هيتارخ ويبقى افضل، يعني افضل فريق في تاريخ ليفربول. فريق يعني لعيبه كتير دخل التاريخ، لعيبه كتير حفرت اسمهم في تاريخ ليفربول، فان دايك، اليسون، محمد صلاح، ماني، فيرمينو، فريق كله يورجن كلوب حفر اسمه من ذهب في تاريخ ليفربول. فبصراحه الفرحه بالسيعانه، الفرحه بالسيعانه كبير ليفربول. ودي كانت حكايه ال 30 سنه، دي حكايه 30 سنه ليفربول، وازاي ليفربول قدر يحقق الدوري السنه دي بالذات، لان احنا ركزنا اكتر، حطينا مشروع، ركزنا اكتر واكتر وقدرنا نحقق الدوري. في الاول والاخر ده كان انا احكي لكم حكايه 30 سنه. قول لي انت، لو انت ليفربولي قول لي حكايتك مع ليفربول ايه، وقول لي شجعت ليفربول ازاي، قول لي في الكومنتس، قول لي كمان ايه الاكتر لقطه او اكتر دوري كنت قريب منه جدا اللي حكيت لكم فيه دول وخسرناه وكنت حزين عليه. انا بالنسبه لي دوري 2013 2014. قول لي انت في الكومنتس انهي دوري، ولو الحلقه عجبتك ما تنساش تعمل لايك واعمل سبسكرايب كمان واشتراك وفعل الجرس عشان تيجي الحلقات اول باول، وتابعنا على السوشيال ميديا بتاعتي في الديسكربشن تحت، واعمل شير على فيسبوك، ريتويت على تويتر، وكان معاكم مصطفى، اشوفكم الحلقه الجايه، سلام.